مس ماشيين باش نربحوا ونكونوا الابطال. هذه اغنيه من السوفينير، هذه اغنيه من الذكريات، كما انا سعيد اني طلعتها في اليوتيوب بعد 40 سنه. ليس البحث 40 سنه ولكن الغنايه عمرها 40 عام، من ذكريات الكوبا ديل موندو ارجنتين 78، فيها في صوري، فيها في ذكرياتي، في قلبي تالق نصور قرطاج، وفيها في ذكرياتي اهداف الارجنتينا لولاد ولادي. لقيت الغنايه اللي بحثت عليها سنين، لقيتها الريفا الارجنتينا. ايسلندا جات بهذا التشكيل لحراسه المرمى هالدرسون كله كرواسون، ايسلندا كلها كرواسون كلها، هالدرسون سيفرتسون ماغنوسون سوغورتسون ماغنوسون اخر جونارسون لعب كارديف سيتي، هالفريدسون يلعب في اودينيزي في ايطاليا، جودمونسون يلعب في بيرلي في الابيل، بيمارسون استون فيلا 10 نجم. اول مره في التاريخ يتقابلوا الارجنتين وصلت النهائيات باسوا الارقام، وكرة الهدف الاول ضاعت، كرة الهدف الاول ارجنتينا، كرة ممتازة جدا ضاعت من رقم 17 صفر ايسلندا صفر، كرة الهدف الاول 1-0 ضاعت، كرة ضاعت كرة من رقم 3، يضرب كرة ثانية فيكو نيكولا لاعب اياكس امستردام، ميسي وخطورة الكرات الثابتة، الارجنتين عندها فرصة اولى، ترجع الكرة تمشي مع بختيرة، ايسلندا ضرب كرة خطيرة، أول شوطة على المرمى في التاريخ المونديال لايسلندا عن طريق رقم 11، فين بوغاسون لاعب اوغسبورغ، فين وين يا فين يا بوغاسون، ممكن يمشي منتخب ايسلندا يفاجئهم بكرة أخرى، كرة جول، ضيع الهدف الأول رقم 8، رقم 8 اللاعب بيرناسون استون فيلا، لا هي حرب كرة، اضرب اوتاميندي بعيدة يا اوتا، اوتاميندي اوت، كرة ترجع لايسلندا، صيحات ايسلندا ترج، يمشي ميتزا الدفاع بامتياز، أولى والثانية والثالثة في أمان، أخير في شهر جوان ايسلندا، بينما الأرجنتين الخامسة مش حاطها له، مش حاطها له، مش حاطها له، مانشستر يونايتد، روخو شاط كرة خطيرة، كرة جول، كرة هدف، فرصة جول، أجويرو، أجويرو الكون، الكون سيرخيو، جولاسو، 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 كي جولاسو دي أرجنتينا، 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 الريفا، باترونا ديل مونديال، واحد بلاش الأرجنتين، 19 دقيقة، لا تقرا لا تكتب، لا تقرا لا تكتب، شوف الكورة، شوف الصورة، كله في السليم، داروا لف، حتى المدافع في ضغط ميسي ملا روح، ملا ميسي، وفرصة أخرى والحارس. ميسي لم أراه مش يطول الراس طريقة الإنجليزية الكلاسيكية، وين الراس جول، التعادل يا في التراوة، تمشي كرة إيسلندية، فرصة التعادل عرضية جول، التعادل إيسلندي، جول 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 إيسلندا، جول المنتخب الإيسلندي، حكاية عناد، حكاية إصرار، حكاية عدم عقدة، لو تتذكروا كلامي، ناس ماش معقدة، ناس ما عندهاش الكومبلكس، 1-1 ايسلند، 1-1 هدف تاريخي، هدف التاريخي من البرتغال، هولندا، المانيا، اسبانيا، ايطاليا، ارجنتين، برازيل، امام فريق هو اصلا تاريخ، خطيرة والثاني، فرصة للثاني، ميسي حط الباس، يرجع 1-2، كرة للارجنتين، التسديدة عالية، خدمة باهية، خدمة باهية، ويضرب الكرة لوكاس بيليا، مرتين، نجمتين، على قميص الارجنتين شوية برشا. شوية برشا دوم الكبيرة الأرجنتين ما حققش برشا بطولة الثانية، يمشي يمشي يا الإيسلندي 5-1 واضحة لمنتخب إيسلندا، تمشي كرة ممتازة الباس ولكن كنترول مستحيل، الكنترول مستحيل يا ميزا، عداك العيب يا ميزا، كرة مستحيل، يمشي بالكرة الأرجنتين خطيرة أجويرو، أجويرو كرة ميسي والدفاع، يمشي كرة ممتازة، يرجع ميسي، ميسي ميسي ممتازة والركنية، ركنية للأرجنتينا، ركنية للمنتخب المرشح للبطولة. أنا أمشي بالكرة المنتخب الأرجنتيني عن طريق ميزا، ميزا يوزع كرة قائم ثاني خطيرة، الصمة في القائم الأول والحكم يقول ركنية، البولندي واضح سيمون مارشانياك يقول كورنير، لوكاس بيليا يقول عرقلني، لوكاس بيليا شوف هذه الأرجنتين عن كرة ولكن نتيجة تعادل لحد اللحظة، منذ السلطان في المقابل سلطان الأرجنتين، يمشي الثاني ضربة جزاء، فما لمسة يد، جيب الفار، جيب الفار، جيب الفار، جيب الفار يا غدار، مش ممكن، مش ممكن، فيها لمسة يد، فيها لمسة يد،
لماذا لا يلتجئ للباس خطير المراوغه ممتازه الثاني اسبيكا كاباييرو دفاع ما يطمنش هذا دفاع ما يطمنش ما يهنيش اضرب الثاني جول فرصه اخرى لايسلندا سيغورتسون هداف التصفيات المسميات السابقه لستالينغراد الشوط انتهى الشوط خلص مارشينياك يقود الشوط اخوان تعادل ايجابي لايسلندا نتيجه سلبيه للارجنتين يلعب الكرة الآن خالد ماريا عرضية راسية فرصة محاولة من أوتاميندي نيكولا أوتاميندي فرصة للمنتخب الأرجنتيني أتعذب الأرجنتين يرجع بالكرة الآن الكروس الآن الثاني مش ممكن رقم 10 ضيع فرصة سيغورتسون لعب التوفيس لعب البريمير ليج هنا يمشي المنتخب الإيسلندي فرصة ضربة راس الحارس هذا يخوف الحارس هذا حصالة في الشرق تقولوا حصالة عنا نحن نقولوا شقاقة لا مش مطمني فرصة الثاني فما لمسة غابة ميسي عدى الثالث ميسي في الرابع ما زالت يقاتل الأرجنتين وركنيا للتانجو تتكلم عن إيسلندا فرصة للثاني فرصة بانيجا ضيعها على الدراف ترجع الكرة وتدخل الوسط يلم للوسط يوزع كرة خطيرة ضربة جزاء ممكن ضربة جزاء للمنتخب الأرجنتيني ميزا جاب بنانتي إيسلندا في لحظة غلطت في لحظة ارتكبت كرة من العدم يخلق فيها ميسي فرصة ويجيب بنانتي باترون ديال المونديال ضيعها ميسي ترجع كرة الفريق الإيسلندي للفريق الأرجنتيني ضيع كرة ما تضيع كرة ما تتعودش إيسلندا بطلة تريبكم لماذا يمشي بالكرة ليونيل ميسي الأرجنتين لا تساوي 5% من الضغط المسلط عليه في كاتالونيا افهموها للآخر وأخيرا ميسي في برشلونة ميسي على ستصل اللي اللاعب المتقدم داليا فيكو إلى حارس المرمى اللي يتألق اليوم اللي هو هالدورسون المنتخب الأرجنتيني ميسي يتقدم يسدد في حائط بافون هذه خطيرة بافون كرة خطيرة وكرة في انذار للتمويه البولندي انذار شفاوي هل يتحول الى انذار رسمي